يلا طيب حطها يا باسل. هذا الفيديو هو جزء من واحد السلسله ديال الفيديوهات كنوثق فيها كيفاش غادي نستعمر هذه الخريطه بالجرافيتي. بقى معايا وشوف كيفاش غادي تولي هذه الخريطه قبل من 2024. فين ما كندير شي فيديو ديال شي جرافيتي راه ما ترسمهاش وان شوت. الحيط ديال اليوم هو كاين في واحد الساس تيكونوا فيه الطوموبيلات بزاف. فقت واحد النهار ونلقى الحيط خاوي وقلت اجي نستغل الفرصه باش نرسم فيه جرافيتي. طراسيت الجراف، طراسيت البيرسوناج ودرت شويه الكومبليساج على امل انه نلقى شي وقت هذا الحيط خاوي باش نكمل الجراف. هذا الشيء هذا كان في شهر 3، انا دابا تندير المونتاج في شهر 8 بالضبط نهار 22. وخلال هذه المده كامله وانا تنجري مع الحيط حتى شي نهار ما صادفت الحيط خاوي كله بلا طوموبيلات، وبحال هكا ما غاديش تقدر تخدم حيتاش ما كتحركش براحتك. دونك اي جيف اب. المهمه ديال هذا الفيديو راه شلات. تهلاو الاصدقاء حتى الفيديو الجاي يكون اكثر نجاحا من هذا. السلام عليكم.